مرحبا، اسبوع جديد واطلالات للمشاهير جديده وفقره جديده من فاشن فاشل. ايضا معانا انس غصيب. هاي انس. هاي، اهلا. نبلش؟ يلا. مين معنا؟ معنا اول طله لليوم بنديكت كامبرباتش، ممثل كثير مشهور، وكيرا نايتلي. هم كانوا باطلاق حفل الفيلم تاعهم الجديد. اللوك من تصميم دولشي اند غابانا، اثنين لابسين من دولشي اند غابانا. هي لابسه فستان زهري بيل بينك، البينك الفاتح، عليه ذهبي طبعه او البرنت. الفستان ببلش ضيق بعدين ببلش يعرض من عند الخصر. هي اللوك نفسها او الطله نفسها نفس طله الرنوي لوك اللي هي اللي صارت بالحفل او بالفاشن شو تبع. حتى الشوز كمان اذا انتبهتي احمر زي الحزام اللي لابسيته وزي الرنوي لوك كمان. الشوز زي الرنوي لوك، ضلت راحت على اللوك البسيطه، ما ضلت مستعمله الالوان. اشي لذيذ كثير فعليا. والحزام اللي استعملته هو من حجر الروبي، كثير انه بعد اعطى لوك، يعني حتى لو ما اخذت اشي من الريد كاربت او من الرنوي سوري، ضلت محافظة على اللوك اللذيذة الحلوة البسيطة. أوكي، حبيت كيف البرنت الفستان معطي زي كأنه انطباع كأنه فيه هيك أبعاد تانية، خليك تفكري هل هو بارز فعلاً ولا هل هي برنت. بس كتير فخمة، كتير حبيت اللوك تبع شو اسمه كان؟ بنديكت كامبرباتش. هم التنين عملوا فيلم مع بعض مؤخراً، وهو كمان لابس من دولشي اند غابانا، ولبسته كمان هي لابس ثلاث طبقات اللي هي الفست مع الجاكيت مع البنطلون اللي هي المايكرو تون البرنت. فخم بقول يعني 100%. فخم كثير، برافو عليهم الاثنين، برافو عليهم، كثير حلو. اللي بعده؟ اللي بعدهم كارا ديليفين. قبل فترة راحت على البريتش فاشن اووردز 2014. الفستان تبع كارا ديليفين، هي المصممة السوبر موديل المشهورة. الفستان مرصع بالكريستلز، هو من تصميم بيربري، وفيه القصة اللي جاي من الجانب اللي هي على شكل هندسي. هاي القصة أعطتك حركة للفستان. يمكن إيش رأيك كنت حابة أعرف رأيك بالسلت أو الفتحة اللي جاي من قدام. صراحة الفستان كتير حلو، لكن الفتحة كتير مبالغ فيها صراحة. بحس لو كان أهدى، هاي اتفقنا. أوكي، بحس لو كان أهدى بطلع أجمل وأركز. بس من الجزء الفوق من الفستان كتير حبيت الحركة إنه مدخلين أسود، مع إنه جريئة كتير لأنه أسود وبيج بصير في كونتراست بالموضوع، بس إجمالاً كتير حلوة. وكمان إشي اللي كنت حابة أعلق عليه هو الميك اب، الاي ميك اب تاعها. عملت سموكي ايز بس لون بني، هذا إشي احنا مش فعليا مش كثير متعودين عليه. يمكن هو مش قادر اعرف اذا هو بني او بيج، بحير، مش قادر اقرر اذا انا حبيته ولا لا. بس بما انه اللوك الاجمالي احنا عم نعطي عليه راينا، رح اعطيها فخم. انا كثير حبيت الفستان، كثير حبيت الفستان والكريستلز والشغل اللي فيه كثير حلو. بس لو انه صراحه السلت او الفتحه القدميه شوي اوطى، مش هالقد عاليه، كان فخم 100% بكون معي. صح. طلع الجاي هي برضه من البساط الاحمر او الريد كاربت، اما واتسون الممثله اللي يمكن احنا تربينا عليها احنا صغار، اللي كانت بهاري بوتر، البنت اللذيذه اللي شعرها ملون، الكتكوته الصغيره. بالضبط. وهلا صارت ست امراه وبتلبس، فجاه بتحسيها كبرت، فجأة كبرت بطريقة لذيذة كتير، يعني عرفت تنقلنا معاها بهذا التحول أو الترانسفورميشن. هي لابسة هنا ببريتش فاشن أوردز 2014 كمان، لابسة من تصميم ديور الجاكيت أو البليزر اللي فيها اللونين الكحلي والأسود مع بعض. وهاي إشي كتير لذيذ، زمان كنا متعودين إنه لا كحلي وأسود ما تلبسيهم مع بعض، هلا انه انت كسرتيه بهاي الطريقه للقاعده هاي، وشيء لذيذ كثير انه تقدري ما نخاف نلخبط بالالوان. كمان لابسه معها جمب سوت اللي هي اللي بتكون قطعه واحده مدخل الابيض، كمان مدخل الابيض فيه اللي احنا حكينا عنه بالحلقات الماضيه، كمان كيف عم بضل موجود هذا اللون. الجمب سوت كمان واسعه كثير، هلا شيء كثير حلو كمان نكسر القواعد. احنا عن جد بهاي الفتره من الزمن عم نقدر نكسر القواعد بلبسنا بطريقه كثير لذيذه.
والجمب سوت اللي لابستها واسعة كتير وريلاكست ومريحة، بنفس الوقت الجاكيت كمان واسع كتير ومريح، فمبين إنها مرتاحة بنفس الوقت حلو منظرها وحلو شكلها. حبيت كتير حبيته، حتى لو غريب وإحنا مش متعودين عليه، بس رح أعطيها فخم لأنه عن جد حلو كتير كتير راقي وموفق. أوكي، الإطلالة اللي بعدها لليلي ألن. ليلي ألن المغنية لابسة من تصميم فيفيان ويستوود، برضو على الريد كاربت. الفستان لونه بنفسجي فاتح، في زي الكيب اللي جاي من ورا اللي بجر الأرض، والشعر البرتقاني. خلص عرفت من نبرة صوتك أنا شو رأيك بالفستان الطلق. مزبوط. شو اللي عم بيصير؟ كتير مكبرها. كتير مكبرها، يعني هي مش شخص كبير بالعمر، وكتير كبرها هذا الاختيار للون الشعر. والفستان ما بعرف إنه هل هو برداي، هل هو شرشف برداي. أظن هاي كانت المحاولة. حتى الأكسسوار والأكسسوارز اللي كانت كتير خفيفة، وما حسيته كتير لابق مع اللبسة. كنت بحب أشوف ممكن إشي ذهبي مع هذا اللون أكتر. مثال مو قادرة أطلع على اللون لأنه شايف قدامي برداي. صح بدي أحول لوك من حدا أنا معجبة جداً بطريقة لبسه، أوليفيا باليرمو، اللي أسبوع وبرا أسبوع طلعتها، سواء كانت بطلات الشارع أو طلات البساط الأحمر، دائماً عم تكون مميزة جداً. في لابسة هي هنا جينز هاي ويست فليرد، اللي هو اللي بيكون إجره مستقيم لتحته عريضة اللي بيطول. هذا إشي كتير مفيد لأي حدا بحب يبين أطول وعنده مناسبة، بحلي الجسم، بحسه بيغطي الشوائب، 100%، وكمان بيعطي التعجل وبسحبك كأنك مطيتي حالك وطولتي فجأة. سحر. بحلي المنظر والجسم. بحلي المنظر وبيطول كأنك مطيتي لحدا. لابسة كمان جرزاي أو كارديغان بنية عليها زي فرو أو زي الفادرز. اللذيذ بالموضوع إنه جرزاي مريحة واسعة وهيك، وكمان لبس معها في الشرشيب أو الفرنجز. حكيتي شغلة أنس إنه الراحة، أنا كتير كمان عم بضل أحكي عن الراحة، قديش مريح شكله، مريح لو ما كان مريح ما كان بطلع شكله حلو، بتبين هي إنها مو مرتاحة. فكتير بركز على هذا الإشي، يعني إنه إذا أنا ما كنت مرتاحة بلبسة بلغيها. صح. هلأ زمان كانوا يحكونا لازم تلبسي ضيق من فوق واسع من تحت أو العكس، هلأ صار إنه تلبسي واسع مع واسع بطريقة غريبة، وتخلطي برينت، تخلطي إشياء مع بعض. طالما أنت مرتاحة نكسر القواعد وبراحة إنه تكوني مرتاحة. هذا إشي كتير حلو للبنات، صارت تقدري تروحي على عرس أو خطبة وأنت لابسة جمب سوت، اللي هي اللي بتيجي على قطعة واحدة بنطلون وبلوزة. أو هاد إشي كمان بخلي البنت تحس حالها مرتاحة، بتقدر تكون حلوة بنفس الوقت مرتاحة ومبسوطة بلبستها وبحالها. 100% أنا بآمن بهذا الموضوع، حبيته كتير. هل هاي كانت آخر عنا ولا في شخص تاني؟ آخر لوك عنا هي بس شوي غريبة، أكتشلي كتير غريبة هاي لوك. حبيت أنني الحلقة فيها عشان شوف رأي الناس. أوكي. لليدي غاغا. أوكي. لابسة هذا الإشي اللي هو نجمة على شكل الحيوان بحري، على أوكي قنفذ البحر، واللون يعني الشكل قصة واللون قصة تانية. اللون قصة ميتاليك السيلفر، هذا الفيوتشرستيك أو من المستقبل بتحسي. هي الفكرة إنه فعلاً ليدي غاغا ما بتخيب أماننا بإنها تصدمنا كل مرة، عن جد. وكل مرة ترجينا إشي كتير غريب. إنه هاي صدمة من كل الجهات تيجيكي. كيف تلبسه؟ كيف هذا الإشي ممكن ينلبس؟ المفروض إنه بيركبوه فوق إشي مطاط تلبسه، بتحط فوق إيه؟ لأنه عندي فضول. أوكي، مش رح نلبسه بحياتنا، بس عندي فضول. هي بتحب عادة إنها تتعامل مع المصممين اللي بيكونوا طالعين جديد على الساحة أو بيتخرجوا صاعدين. وهذا الشيء بعطيهم اسم، بنفس الوقت إنه بخليهم يكونوا أكثر كرياتيف أو مبدعين بهاي الفترة. فاللبسة فعلياً كانت عبارة عن بس هي رايحة تحتفل وطالعة وقررت تلبس إشي غريب. ليش ما أنا ألبس؟ لا تعليق هيك، لا تعليق أبداً. كالعادة كل اللي بحس إنه بلبسوا إشي كتير
غريب بحكي عنه لا تعليق. فاشل 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 فاشل. اوكي فاشل بس كثير هي كثير ليدي غاغا يعني صح. فعلا يعني ما بقدر اتخيل ولا شخص بالعالم ممكن يقدر يعمل بقدر يعمل هيك اشي. هاي اخر طله كانت معنا لليوم. اخر طله كانت معنا لليوم. شكرا كثير لك انس. شكرا. وهاي كانت اخر اطلاله عنا لليوم. بنشوفكم المره الجايه.